مشاهدي الاو تي في، صباح الخير. حلقة جديدة من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة دكتور روني خليل، الأستاذ الجامعي بمادة التاريخ. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك، وينعاد عليك وعلى جميع المشاهدين. صباح الخير كمان من عيدك أستاذ جاد، من عيد اللبنانيين بهالنهار سبت النور، على أمل أنه يحملنا للبنان النور والخلاص من هالظلمة اللي نحن حقيقة عم نعيشها لنا فترة طويل. ان شاء الله نحن وياك اليوم اكيد يعني رح نحكي عن مواضيع الساعه، ولكن شوي رح نجرب نعطيها بعد تاريخي. نعم. بشكل او باخر لنقدر نفهم اكثر شو عم بيصير. خلينا نبلش انه اللبنانيين معودين بكل الاعياد انه رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب بيطلقوا مواقف سياسيه. يعني ليش هذا الامر موجود؟ يمكن هذا امر بيتميز فيه لبنان وحده من بين كل الدول، انه بننطر شو بده ينقال بالعظات او بالخطب بايام الاعياد لنعرف شوي الجو السياسي العام بالبلد كيف بده يتجه. صحيح، يعني هي الفكره الاساسيه انه لبنان النظام الموجود فيه هو نظام لحد هلا، صحيح هو بدستوره يمكن وبالطائف لا يتحدث عن الطائفيه بمعنى عميق، انما هو بالنهايه الطائفيه مجذره بلبنان يعني بالممارسة. منشان هيك منلاقي رجال الدين بيستغلوا هالفرص لإيصال الأفكار. هلأ طبعا في بنود وأفكار وطنية ما بدنا نحن ننكر، ولكن نحكي الطائفية متجذرة بمعنى أنه الانتماء الطائفي تاريخيا هيك بلبنان، الطائفي والمذهب. صحيح. مش الطائفية بمعنى المعنى العاطل العنصري، لا والتفريق يعني بين المسيحي والإسلامي، لا مش هذا، ولكن هذا اللي عم نقوله نحن، لأنه في يمكن هذا البعد الطائفي بمعنى الممارسة. مش هيك رجل الدين بلبنان بيعتبر حاله هو كمان عنده مولج بالتحدث في أمور سياسية وطنية، كون أنه هو أيضا الراعي لهالمجموعة يلي بيكون حامي لها، كان مارونية كان أرثوذكسية درزية سنية شيعية إلا ما هنالك. فمشان هيك عندهم هالسلطة المعنوية الإيديولوجية، ولا يخفى أنه هن كمان سلطة مؤثرة. يعني السلطة الدينية بلبنان ما زالت حتى اليوم عندها التأثير، ما بدي أقول السياسي إنما التأثير الواقع الشعبي أيضا، لأنه في أذان صاغية لها، وكمان لا يخفى أنه عندها كمان سلطة اقتصادية من خلال المؤسسات يلي بتملكها الطوائف هيدي كلها، من خلال التأثير على الأرض إذا بدنا نقول، من خلال أيضا المرجعيات يلي هي بتحميها بتأمن حمايات لها. ففي لها سلطة معنوية ما زالت حتى اليوم لا يخفى. طيب عند المسيحيين تحديدا، لنحكي يعني بالمشهد على مستوى الكنيسة المارونية تحديدا، يعني منشوف انه في البطريركية والمطارنة كمان يعني بيطلقوا مواقف سياسية وبيتعاطوا بالشأن العام، ومنشوف بمناسبات معينة ايضا اطلالات للرهبانيات. يعني امبارح شفنا مثلا بالجمعة العظيمة معروف انه بتتجه الانظار للكاثوليك للرهبانية اللبنانية المارونية، امبارح كمان كان في كلام معبر جدا للأباتن عم طلع الهاشم. بس اشرح لنا شوي يعني قصة الرهبانيات والبطريركية. لك تاريخيا في تكامل بين الرهبانيات المارونية عبر التاريخ وبين البطريركية. نعم. شكلت الرهبانيات هي السلطة الاقتصادية، لأنه هي بتملك الأديار وبتملك الأراضي بشكل كتير كبير والمدارس، والبطريركية أمنت لها السلطة الدعم المعنوي الإيديولوجي، خاصة هذا الشيء بالقرن 18 والتاسع عشر، لأنه كان في عنا ازدهار كتير بعدد الأديرة والأوقاف يلي أنعمت أو إذا نقول اغتنت بهالفترة بالهبات وبالأراضي. نعم. فلهالسبب في هذا التكامل بين السلطتين. هلا كمان لهذا السبب، وخاصة اليوم الرهبانية اللبنانية، لأنه بيعتبروا هن الأساس، يعني إذا بدنا نقول أو هي الانطلاقة أم الرهبانات بلبنان، فأيضا عندها هذه السلطة. ومشان هيك بنشوف إنه في كمان عظات أو في مواقف للرئيس العام لهذه الرهبانية حتى بانتخابه، يعني في انتخابين بلبنان هودي بضج لبنان فيهم، يلي هن انتخاب البطرك وانتخاب ايضا الرئيس العام للرهبانيه اللبنانيه بشكل عام. لاحظ الصحف او لاحظ المتابعه كيف بتصير على الصعيد المسيحي، هالمركزين بياخذوا رهجه، لانه نظرا للدور اللي عندهم هو، نظرا مثل ما قلنا المؤسسات يلي بيرعوها، نظرا ايضا الدور التاريخي يلي لعبوه اثنين، اكان بكركي ام الرهبانيه اللبنانيه، ان من الناحيه الوطنيه، ان من الناحيه التربويه الثقافيه الاقتصاديه المعنويه، يعني كل هالمراحل هيدي اللي مرقت فيها الرهبانات وكركي خلتها توصل لهذا الدور الرمزي.
مشان هيك بس يعني انت بتنظر للموضوع باطار تكاملي انه بيكملوا بعضهم ايه ولو انه يمكن البعض اللي عم اللي تابعوا مثلا امبارح شافوا انه في تميز بالمضمون يعني مثلا ما شفنا عزة الابات الهاشم تضمنت كلام عن الحياد ضمنت كلام هاي العناوين يلي صاير يعني بالمرحله الاخيره البطريرك الراعي عم بيركز عليها اكثر واكثر واليوم يعني كمان صح. كان في بالرساله اليوم شيء من هذا القبيل نعم ليك هلأني مش معناتها انه في انقسام او في تباعد بالراي لا انا شخصيا بشوفها هيدي مثل ما اليوم الطائفه المسيحيه فيها توجهات سياسيه هذا التوجه مع هذا الفريق وهذا التوجه مع هذا الفريق أيضا الطائفة المارونية أو المؤسسات الدينية المسيحية المارونية إذا بدنا نقول هي بتحط حالة كمان بهالمواقع هي لحماية الأطراف عموما يعني كمان بدها تراعي بالنهاية أكان الرهبانية المارونية بدها تراعي المجموعات يلي ضمن هذا الفريق وايضا كركي بدها تراعي ايضا بشكل عام مجموعات اخرى، انا هيك بشوفها يعني ما في هذا الانقسام بقدر ما في هذه التوليفه اذا بدنا نقول لانه بيلتقوا بالنهايه بمحل واحد يلي هو خلاص لبنان يلي هو وحده هذا الوطن بوحده ابنائه وشعبه وارضه وجيشه. بموضوع العلاقه بين الكنيسه المارونيه ورئاسه الجمهوريه مش حاليا يعني تاريخيا نعم. العلاقه بين هاتين الجهتين يعني البعض بيقولوا انه دائما بس يكون في رئيس يعني له حضور قوي وتمثيل شعبي قوي حكما تكون نتيجه طبيعيه انه بيدخل بتنافس بين هلالين بين على الزعامه بينه وبين بكركي وبيعطوا شواهد على ايام الرئيس كمال شمعون شو صار وعلى غير ايام الرئيس كمال شمعون والبعض بيقولوا انه هاي المقاربه مبالغه لتبرير يلي عم بيصير اليوم او الذي يشعر الناس انه يحصل اليوم من هيك مش خلاف بس انه وجهه النظر مش متطابقه 100% ليك انا اللي بشوفها انه ولا تاريخيا ومنطقيا وواقعيا ما بتخيل بيوصل رئيس لأي صدة بلبنان إذا ما كان حاصل على الدعم المعنوي من طائفة اللي هي ترعى يعني اليوم شوف مثلا الطائفة شعبيا أو السلطة شعبيا والسلطة شعبيا واثنين يعني شوف اليوم معلش نحكيها بواقع الحال الحمايات اللي عم بتصير للرجال السياسي أو للأحزاب الكبرى يعني أكان بكل الطوائف يعني ما في اليوم أي صاحب سلطة أكان تشريعية أم تنفيذية أم رئاسية رئاسة الجمهورية ما في يطلع من بالنهاية من هذا الفريق يلي الطائف يلي هو بينتمي له بالوقت ذاته هذا الفريق يلي أمن له هذه الحماية أيضا هو دائما داعمه يعني بشكل عام يقدر يوصل لهذا المركز ما في رئيس جمهورية قدر وصل لرئاسة الجمهورية إذا ما كان عنده غطاء ودعم إذا بدنا نقول من السلطات المرجعيات الدينيه يلي حامل له هلا في نيوانس يعني اذا نقول بوجهات النظر وبالافكار هيدي طبيعي ولكن ماني شايف انا ولا مره بتاريخ لبنان وصل رئيس جمهوريه على خلاف مع بكركي يختلف وصل. يمكن اوكي ما ايه؟ ولا مره وصل على خلاف مع بكركي بس بخلال ولايته اليوم... اوكي ليش اليوم بكركي مختلفه مع الرئيس مش عم بحكي عن اليوم عم بحكي يعني... تاريخيا حتى تاريخيا يعني هلا بتختلف على مواقف معينه معه تختلف على بعض الامور يمكن او الاسلوب بالتعاطي ببعض الامور السلطويه الداخليه او ببعض التحالفات ربما ولكن بشكل عام يعني ناخذ مثل معلش لما تمت المطالبه من كم سنه بتنحيه الرئيس لحود نتذكر وقتها ده كانت مواقف بطريركية كمان ضد هذا الأمر مع العلم أنه المطلب كان شعبي والمطلب كان عارم إذا بدنا نقول ولكن بمحل معين مع أنه بعدين كشف أنه يعني بعت البطريرك صفير رسالة من خلال المطران رولان أبو جودة بهالموضوع إلى آخره يعني هذه فيها في بدأ بحث القصة بدأ بحث لأنه برجع بقول لك بس أكيد بالأول مثل ما عم تتفضل لأنه برجع بقول أنا بركز وبحمل مسؤولية كلامي ما في طائفة لحد اليوم سحبت الغطاء عن أي مرجعية سياسية عندها يعني اليوم مثلا ناخذ مثلا اليوم الرئيس سعد الحريري اليوم هو الرئيس السني الأكبر إذا بدنا نقول تأييدا من قبل طائفته يعني إذا بدنا ناخذ نحن دار الإفتاء إذا بدنا نروح للطائفة الدرزية أو المذهب الدرزي الوزير جنبلاط هو المرجعية السياسية الأكثر يمكن تأييدا بالشارع الدرزي وحماية أو دعما من قبل مشيخة العقل وكذلك الأمر يعني ما في لحد اليوم لأن احنا بعد ما وصلنا
ما وصلنا لنظام مدني علماني ينظر إلى الرئيس من منظار هذا مواطن لبناني مثله مثل أي مواطن آخر. بعدنا نحن لحد اليوم، وأصلاً اتفاق الطائف كرس أيضاً هذه الطائفية، إذا بدنا نقول بالتوزيع الطائفي مناصفة. يعني نحن اليوم بعد أكثرية المراكز بالفئة الأولى والثانية أو الأولى أكثر بعدها على سيستم طائفي، توزيع طائفي على قاعدة 6-6 مكرر أو غير آليات. يعني بعد ما وصلنا إلى هذا الأمر، وأنا بعتبرها كمان معلش بعتبر أنه اليوم تنقدر نوصل لإصلاح حقيقي ومحاسبي وتدقيق حقيقي بكل ملفات الدولة وبكل ملفات الفساد، بده ينسحب هذا الغطاء الطائفي. طالما في غطاء طائفي أنا بستصعب أنه نوصل لمحاسبة فعلية مثل ما نحن بنحلم، لأنه كل دكتور لنحكي شوي واقع، يعني من خلال يعني اختصاصك ودراساتك المتعددة بالمجال التاريخي، برأيك أنه هذا الشيء واقع؟ ليش منضل نحكي مازال بنكون عارفين ضمنا انه مش واقع؟ نحن بدنا ثوره، اذا بدها تصير ثوره فرنسيه تنزع كل الاقطاع السياسي والديني، لانه كمان انا بدي اقول شغله، الدين هو الثوره الفرنسيه تليتها مراحل عنفيه اوكي، بس بالنهايه ادت الى ولاده فرنسا اللي نحن بنعرفها اليوم الدوله المدنيه، ولو انه مرقت بمراحل ومطبات كثيره. بس نحن لحد اليوم تنقول اذا بدنا نعمل نحن ثوره نقلب كل المفاهيم التقليديه، بدنا ثوره تنزع كل الغطاء والإقطاع السياسي والطائفي. لأن حتى أنا بقولها وكمان، هل ما جرى بعد 17 تشرين الأول من 2019 يصب بهالإطار؟ لا، هيدا حراك، أنا بعتبره حراك شعبي تحرك، لأنه ثورة بدها تقلب نظام، أكان دمويا بس بتغير بالأول نظام. كان في شعارات من هالنوع، كان في شعارات ولكن تحورت، زاحت عن الطريق لأسباب كثيرة، من تدخل خارجي، من أيضا الصف الداخلي بالثورة كمان كان ضعضع، ما كان في وحدة صف، ما كان في كمان دخلت الطائفية ما ننسى. فإذا اليوم بدك تعمل ثورة بدها تكون ثورة فعلية، يعني لتغيير هذا، وانتبه الثورة مش ضروري تكون صار شعبية. اليوم الثوار السياديون، نعم، في ثورة من قلب النظام، من قلب البقوي اللي هن متعاطفين مع المقاومة، صار في شيء من هالنوع. ببكركي بهالكم يوم كان في فئة سمت حالها الثوار السياديون وزاروا البطريرك الراعي واطلق قدامهم مواقف، صح؟ ما هيدي، طب هودي كلهم انا بعتبرهم اصطفافات ما بيودوا لاي نتيجه، طالما نحن بعدنا عم نحكي بالطائفيه وبعدنا عم نحكي بافكار لا تتعدى الافكار القوميه او الوطنيه للبلد. بدنا نعمل اليوم تغيير صحيح، بدنا ننطلق بثوره تنزع عنا، تشيل عن هالصبغه اكان الحزبيه. ما فيك انت اليوم تيجي تعمل ثوره كلهم يعني كلهم ما عدا هذا الحزب، ما فيك تعمل انت اليوم ثوره كلهم يعني كلهم ما عدا هذا لانه ابن طيفتي. فاذا اليوم بدنا نقلب الطاوله كلها سوا تنوصل لبناء دوله فعليه، دوله مدنيه ودوله قادره ان تمسك زمام الامور بكل. بس فيك تعمل ثوره فعليه ضمنيه كلهم يعني كلهم ما عدا الاوادم، يعني اختلفنا بس فيك تعمل هيك مزبوط. مش اجبار انه بدك تهاجم الادمي والازعر حتى تقول انك عملت ثوره، صح؟ بس هون الصعوبه، هل يا ترى الغطاء الديني او الطائفي سينزع عن هذا المسؤول الفاسد او ذاك؟ يعني هون بنرجع للجدليه القائمه بين حمايه الطائفي او السلطه الدينيه لهالطائفي والمرجعيه اللي بتشكلهم، وهيدي المشكله اللي بعدنا نحن اليوم عم نعيشها بلبنان. مشان هيك فيها شد حبال واللي حقيقه ما عم نقدر نطلع منه، يعني خاصه هون دكتور يعني يقال يعني انه شو عم تحكون عن اصلاح وعن مكافحه فساد والى اخره، هل رح نشوف وليد جنبلاط وسعد الحريري؟ هذا السؤال. او حتى مسيحيا السيد حسن نصر الله رئيس الجمهوريه، يعني الكل اللي تورط بالفساد، هل رح نشوف عم يسائلوا؟ هلا شفنا الوزير جبران باسيل نزل على يعني اعطي افادته لما طلب منه امام القاضي، بس هل يمكن ان نرى مواقف اخرى غيره؟ هذا الشيء بيصير؟ وهل يا ترى المرجعيه الطائفيه رح تقول انا شلت الغطاء الطائفي عن هذا المسؤول او هذه المرجعيه وتفضلوا حكموا؟ هون السؤال. مشان هيك انا بعدني بقول انه نحن بعدنا بعمق المشكله، يعني بعده الطرح اللي بنطرحه مجرد فكره، يعني اليوم بس نقول محاربة الفساد بعدها مجرد فكرة. هلا الخوف وين؟ انه بالاخر يمكن تطلع محاربة الفساد ببعض الموظفين يلبسون التهمة، يعني انه هودي بس اللي سارقين الدولة اللبنانية يلي لها حقيقة أكثر من 40 سنة ماشيين نحن مش نحن الدولة ماشية بنظام فاسد يلي وصلنا له اليوم لانهيار شبه تام بمختلف قطاعاته، أكان الاقتصادية أكان الاجتماعية أكان السياسية، حتى نحن وصلنا لمرحلة الحضيض للقعر. ف وهلا بنحكي بالتفاصيل اذا بدنا نقول شو هن المراحل او شو هن
الامور اللي نحن وصلنا لها كان اقتصاديا ام سياسيا. فاليوم وربما كمان انه هذه المرجعيات ما بدي اقول انا مستفيده لا، ولكن هي عم تشتغل على وحده الصف، انه هذا الزعيم مع كل يمكن الثغرات اللي عنده، كونه بعده بيجمع الطائفه تحت هالحزب او تحت هذا الحلف، انا بعدني عم بامل له الغطاء ربما. يعني هذا اللي على ارض الواقع، هذا اللي عم بيصير. فنحن اليوم امام مشكله، هل يا ترى حقيقه رح نوصل لهذا الاصلاح الحقيقي الشامل الكامل بلبنان لاجل انطلاقه دوله بعقد جديد او بمرحله جديده تكون قائمه فيها على اسس الدوله الحديثه العصريه المدنيه؟ هون الصعوبه والسؤال. عم نشوف حاليا يعني من بعد مرحله طويله من الشعارات الكبيره من يلي تحركوا على الارض وحتى من جزء كبير من السياسيين، انه اليوم صار المحور هو تشكيل حكومه، شكل الحكومه، عدد الوزراء الى اخره. هلا هون بدي فوت معك على موضوع ثاني يلي هو يعني بالايام الاخيره عم نشوف يعني حديث ايجابي بالموضوع الحكومه، انه في تقدم بهالنقطه، 24 مش 18، ما في ثلث معطل الى اخره. بس ما فينا نفصل هذا المشهد عن التحولات المحيطه فينا الاقليميه يعني والدولية. كيف ثائبت انه هذا الجو الايجابي داخليا تزامن مع الجو الايجابي بموضوع الاتفاق النووي الايراني والمفاوضات؟ كيف فجاه صار في اتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي؟ يعني في كثير امور. ليش بلبنان دائما، انا بدي اوصلك لهالسؤال، ليش دائما يعني قيد لنا انه ننطر دائما هذه التطورات؟ صح. ننفي انه لا ما خصها هي، بس اخر شيء بيطلع، يعني مش معقول كله بالصدفه. ليك هلا ما بعرف قديش حقيقه الخلاف على الحكومه انه 18 او 20 او 24، هيدا ظاهريا، او يمكن حتى مساله الثلث المعطل او سباه، يعني ما بعرف قديش هالامور هي الاساس. انما لب المشكله هو بالارتهانات الخارجيه، يعني كل فريق الى موضوع الاشاره، نعم، مشوا الحكومة أو حسب كل طرف. يعني هذا اللي مبين لحد هلا، وهذا حتى اذا بدنا نقول بالفترات السابقه، يعني عده مراحل نحن مرقنا بهيك بازمات مشابهه، تنتهي احيانا اما باتفاق خارج لبنان او داخل لبنان باتفاق بحوار وطني الى ما هنالك ترجع يمشي الحال. فانا بشبه المرحله اللي عم نعيشها نحن اليوم هي حرب بارده من ارض لبنان. نحن عم نعيش حرب بارده بين قوى خارجيه عظمى اذا بدنا نقول. نحن ارتضينا هلا طبعا في اتفاق يمكن او في اجماع اقليمي على تحويل ارض لبنان، ارض خصبه لهذا الصراع، لانه هي مهيئه اصلا، مهيئه عندنا ارضيه خصبه. واثنين نحن عم نرتضي انه نحن يكون في عندنا هذه الولاءات لهذه القوى، منشان هيك نحن ناطرين، ننطر ملف شو بيصير بمستجداته، بيمشي الحال هون او بيتعرقل. فالقرار ما عم بيكون دائما داخلي، فهيدي المشكله كمان هون، لانه كمان بدنا نقول. بس اذا بدنا نشرح اكثر دكتور، يعني خلينا معلش نسمي الامور باسمائها، لما نقول انه في مشكله انتماء وولاء، صح، اكيد ما بدنا نعير حدا بانتماء ولاء، لا نحكي واقع، نحكي بالسياسه وبالامتداد السياسي. يعني في يعني مذاهب معينه عندها ارتباط مباشر، صح، وفي يعني المسيحيين يعني يا اما بيلتحقوا بالاخرين يا اما بيحافظوا على استقلاليه معينه، ولكن بيدفعوا الثمن. صح. هل يخفى انه اليوم المذهب او الطائفه السنيه في عندها علاقات وطيده مع السعوديه ومع تركيا؟ هذا اللي عم نقوله، اذا كان في مشكله مع السعوديه بنلاقي مصر تدخلت، بنلاقي تركيا هلا على الساحه. وهل يخفى الطائفه الشيعيه عندها علاقات مع سوريا ومع ايران؟ وهل يخفى انه المسيحيين ايضا هن ضمن محورين اليوم في عندهم هذا الفريق او ذاك؟ ما عم نحكي نحن، مش عم نحمل حدا مسؤوليه ولا عم نقول مين صح ومين غلط، نحن عم نحكي بالضبط، نحن عم نقول الامور كما هي. فنحن في هالارتهانات هيدي الخارجيه عم بتاثر، يعني عم مثل واحد عم بشدوه بطرفين، هو بهالنص ايد من هالميل وايد من هالميل، وكل واحد عم بيتناتشوا، وهو بالنهايه عم يدفع الثمن. نحن عم ندفع ثمن هذه التجاذبات المره اذا بدي اقول. ويا ريت هالاستفافات هيدي عم بتكون لمصلحه لبنان، ان اقتصاديا او ثقافيا او اجتماعيا. يعني اليوم هالدول هيدي الكبيره، يعني بدنا نشوف شو فيها تقدم لنا، نحن معه. يعني نحن لازم نستفيد، اذا فعلا في اصطفافات نستفيد، يعني من استثمارات، من يمكن دعم سياسي معين، من يعني اليوم اعتبر اجت الحكومه، اذا هذه الحكومه اجت فقط استكمال للحكومات السابقه بدون ما يكون في عندها خطه اصلاحيه وخطه، يعني اذا جاي بس عمليه ارتهان كمان ارتهانات
فاذا نحن رجعنا علقنا بذات المشكله اللي هي الخلاف بقلب الحكومه بدل ما يكون خارجه، ورجعنا علقنا بذات المعمعه اللي هي الفراغ. يعني صاروا اللبنانيين هلا قدام خيارين، يعني يا حكومه بالموجود هلا يمكن مع بعض الضمانات مع بظل اصرار رئيس الجمهوريه على موضوع التدقيق الجنائي والاصلاح والى اخره، هذا موضوع ثاني مش عم بحكي عن هذه النقطه، بس انه يا اما حكومه بالقوى السياسيه الموجوده، يا اما بنضل محل ما نحن وبنتراجع وبنتدهور ورفع الدعم وكوارث ومصايب اضافيه. صحيح. يعني مش هيك صرنا قدام هذا قدام يعني هذا الخيار، قدام الخيار يلي ما بنعرف اذا هذا اذا مثلا الحكومه الجديده هل هي رح تكون المنقذ للبنان، هون السؤال، هذا اللي عم نساله اليوم، او التمديد لهذه الحكومه بصيغه اللي هي ماشي فيها مع بعض الصلاحيات كمان هو الانقاذ. ليك انا بشوف يعني اذا بدي ارجع تاريخيا، نحن في عندنا مخاض كثير كبير وطويل نرجع نقوم من اللي نحن فيه، لانه حتى كيف بدها تقوم الحكومه بدها ترجع تقوم من خلال الديون. يعني انت فعليا عم ترجع تتدين، بس انت فعليا اقتصادك، اي حكومه اجت اليوم ما عندك اقتصاد، لا عندك زراعه ولا عندنا صناعه كما يجب، ولا عندنا التجاره مضروبه، ولا عندنا قطاع الخدمات يلي كان هو، لان احنا الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد احادي الطرف، هو لازم يكون زراعه صناعه تجاره وخدمات. نحن كان عندنا على قطاع الخدمات والتجاره شوي يلي هن السياحه المصارف، اليوم كل هالقطاعات شلت مشلوله، السياحه ما عندك سياحه بوضع كورونا والاوضاع الامنيه بالمنطقه ككل، عندك المصارف هذا قطاع انضرب شلته مش بسهوله ترجع تقوم. يعني لانه مثلا موضوع المصرفي عم بحكي على موضوع الثقه اللي هو اساسي، انه بدها وقت الثقه يعني تترجع. صح، بدها وقت. ثانيا يعني بدك راسماليين ترجع تحط الاموال عند بي بي بلبنان مثل ما كان من زمان، كان هو يعني احتياط اذا بدنا نقول للخليجيين او حتى لاستثمارات خارجيه. فاذا حتى لو اجت حكومه انا ماني شايف، انا شخصيا برجع بقول ماني شايف بين ليل وضحاها رح نرجع نقوم، لانه عندك هذه القطاعات بدك ترجع. هذا افترضنا انه الحكومه كانت قلب واحد وعندها خطه واضحه، لانه صح يعني يمكن يكون عكس هيك. اي ممكن ترجع الخلافات بقلب هذه الحكومه ونكمل بهذا المسار، ونكمل بس عمليا يعني مثل واحد عم بيحطوا له مورفين تضل عايش، اللي هو بتجيب هالديون من برا من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي وبتكمل انت ديون عم بتزيد، ولكن بالنهايه انت اقتصادك كله فارغ. هي التركيبه نفسها اللي كنا عم نحكي عنها يلي بتمنع محاسبة رؤساء الأحزاب الكبار أو يلي هو بالضبط. هيدي رح تسمح مثلا بأنه يتاخد إجراءات إصلاحية جذرية، يعني مثلا اليوم أنه في هاي الحكومة اللي جاية، إذا نحن عم نكون دائما متفائلين أنه في حكومة رح تجي ورح تجرب تشتغل، رح تقدر مثلا تلاقي حل لموضوع مجلس الماء والأعمار مثلاً. حل لموضوع مجلس الجنوب لصندوق المهجرين، لناخدهم هون نماذج. يعني هذا السؤال، يعني أنه هالغطاءات هيدي رح تسحب مثلا عن هالمجالس او توقيفها او استمراريتها اذا بدها تكمل، وبهدف شو؟ هون السؤال، يعني شو الخطط اللي عندها اياها هالمؤسسات او هالزعامات هيدي يلي مثل ما قلنا يلي تحوم حولهم يمكن ملفات فساد، هل كمان رح يكونوا خارج الغطاء الطائفي للطوائف تبعها؟ يعني وهلا بنشوف كمان السنه الجايه عندنا انتخابات، يعني خلينا ننطر لسنة الجاي كمان تنشوف هل في تغيرات جذرية رح تكون بالكتل النيابية، أو كمان رح نرجع لذات المعمعة اللي نحن تقريبا فيها اليوم، وتغييرات بأي كتل وبأي كمان بتردنا لذات الموضوع، رح نرجع على شد العصب قبل الانتخابات. هي البعض بيقول دكتور يعني خليل أنه المشكلة أنه يعني صار تحول كبير بلبنان بسنة 2005، في شريحة معينة من المجتمع غيرت نوابها بشكل صح. كامل، ولكن الشرائح الأخرى بعدها مثل ما كانت تقليدية. صح. وصارت الفئات الجديدة اللي فاتت على مجلس النواب مضطرة بحكم الواقع أنه بدها تتعاون مع الآخرين، شو ما كانت يعني العوامل والمشاكل. يعني يمكن صح. شايفين أنه هذا الطرف السياسي هو مغطي الفساد، بس هو ممثل لطائفة، شو بده يتأقلم فيه؟ أو ما بده يتأقلم، تنقول بده يجاري هالوضع تقدر يكمل، لأنه ليك المشكل أنه الفساد متجذر في الدولة اللبنانية، يعني عمره عشرات السنين إذا بدنا نقول، يمكن بلش من الاستقلال، بلش لبنان الفساد من وقتها بس على مراحل. تقدر تشيل هالعنكبوت هيدا من الفساد بدك سنين، وبدك خطة، وبدك مثل ما قلنا كمان بدنا نتعالى عن الأنانية والمصالح الشخصية، وبدنا كمان الخارج يكون كمان هو بمحل معين عم بيدعم هذه المسيرة. ليه؟ لأنه الخارج كمان بمحل معين عم بيغطي نظرا لتحالفات معينة أو لمصالح معينة، عم بغطي هذه المسيرة من الفساد أو من الخراب يلي صاير عندنا اليوم، لأنه مستفيد اليوم الدولة العثمانية من زمان كان عندها سياسة تقول
فرق تسود، قديش بتفرق وقوم تعمل السيد، بتعمل انت سيد القرار. فنحن اليوم بلبنان نفس الشيء، نحن عايشين بهذا هذه التفرقه بين الافرقاء الداخليين بحميات خارجيه واصطفافات خارجيه. هي فرق تسود هاي من السلطنه العثمانيه، ولكن في هناك من يفرق، يعني ما هي المشكله كمان بالطرف اللي هو عم يفرق حاله. ما هو الموضوع قابل تكرمال يتفرق عن الاخر. نعم. معناتها هو نعم هو. لا نرجع يعني للموضوع التاريخي اكثر. هلا يعني لبنان مش اول مره بيعيش ازمه اقتصاديه كبيره، لا والعالم حتى ازمه، والعالم بس نحكي الازمه الاقتصاديه 29 نعم مشهوره. أي. بس نحكي بلبنان، بلبنان يعني اذا نحكي بهال 100 سنه شو اشهر او اللي يعني اللي لازم نذكرهم؟ يعني في مثلا بالثمانينات صار امر معين، وفي كمان بنرجع لورا اكثر يعني 39 وبالحرب العالميه الاولى حتى كمان. نعم. كيف عشنا هالمحل ليك لبنان يعني مصيره كيف طلعنا منهم يعني نحكي بايجابيه يعيش جلجلي اذا بدنا نقول، ولكن دائما كان في قيامه من بعد كل هالازمات هيدي. يعني من بعد اليوم مثلا قدم هالتضحيات كمان لبنان عبر التاريخ، اكثر تضحيه يمكن قدمها بالحرب العالميه الاولى 200 الف شهيد، وكانوا فعلا شهداء اذا بدي اقول شهداء عن سابق تصور وتصميم، كان في نيه لاضمحلال المجتمع اللبناني من قبل السلطنه العثمانيه والقوى اللي كلها اساءت الى لبنان. فمرقنا بمجاعه السلطنه، يمكن لان كانت هي السلطه المباشره، بس كمان بس يعني حصار البحر فعل فعلا صح يعني. يلي هو تبع الحلفاء، وهون نعم. برجع بقول انه حتى الحليف يعني اللي نحن بنسميهم بين مزدوجين حليف، يعني بدنا نشوف بشو حليف. يعني ما نحن متنا الجوع لا بالبر اللي عاد يوصلنا من بر الشام، ولا من البحر كمان عاد يوصلنا المواد الغذائيه. فعشنا ازمه. السؤال هون يعني لان دائما اللبنانيين معودين يقروا نص التاريخ انه العثماني هن أبدونا، أوكي أبدونا مزبوط، والألمان بس لو ما في الحصار البحري والفرنسا وبريطانيا، فرنسا وبريطانيا ما كانوا أبدونا يعني. يعني ما هي عفوا على الكلمة مكيات ببعضه، ونحن بالنهاية عم ندفع الثمن. بس نحن دائما الولاء العاطفي دغري برجع انا بقول لا فرنسا ما تدق لي فيها، لا بريطانيا ما تدق فيها، يعني بدون ما اعرف انا اذا فعلا خدمتني يا ما لا. هلا في خدمات هلا بنحكي فيها، يعني في طبعا نحن مسيره اذا بدي اقول مع الغرب عمرها قرون من الزمن، مش نحن بس ارتضيناها، هن كمان وضعوها هيدي هالمسيره. هل كمان بدي شبهها بهالمسيره العنكبوتيه، زرعوا بلبنان اذا بدي اقول الفكر الغربي تيدلوا هن كمان مسكين الداخل. يعني الارساليات اللي اجت يعني بالقرن السادس عشر وما بعده، الامتيازات اللي اخذوها كمان من السلطنه يلي هي امتيازات اللغه، تعشيل اللغه الاجنبيه اليوم من لبنان مش بالامر الهين، تعشيل الثقافه الغربيه اللي نحن عايشينها، شيء الفكر يعني هالانتماء هيدا بطريقه غير اللي مباشره هي ما بتقتصر بس على المسيحيين يعني، لا لا على جو البلد ككل، جو البلد. مشان هيك اليوم نحن قلت قبل شوي عم نعيش حرب بارده فعلا. هل نحن كيف بدنا نوفق بين الفكرين اليوم اللي راح نعيشهم، بين الفكر يلي عم بيخدنا للشرق او كمان الغرب؟ في هذا التجاذب لا يخفى. إذا بدك هلا بنتوسع بالموضوع كمان شوي، واليوم كمان شو واقعنا وين إذا بحب فينا. نكمل بالمحطات التاريخية للأزمات الاقتصادية ونوصل لها. نعم. نستطرد كتير. فبدي أقوله أنه بالحرب العالمية كان في مجاعة وكان في تحمل أكتر بكتير من هلأ. في ناس أكلت أولادها، في اعترافات وفي وثائق أنه أكلوا الجثث موجودة. ورجع طلع لبنان من بعدها. هلأ طلع ليه؟ لأنه أولا من بعد نهاية الحرب السهولة اللي تأمنت بلبنان الكبير، السهولة الزراعية أمنت له هذه المؤونة الاقتصادية له أو الزراعية. اثنين من بعد مشروع لبنان الكبير يعني. طبعا هي ما طلعنا بسنة طلعنا على سنوات، السهولة الساحلية صحيح، وطلعنا وما ننسى أنه ما كان في ديون. يعني أنت طلعت أنت ما عندك شيء بأرضك، أرض قاحلة استلمتها، ما عندك دولة عليها 100 مليار دولار، يعني في هذا هي المفارقة. استلمت أرض ما فيها شيء عمرتها وكملت فيها. ولا يخفى أنه كمان الفرنسيين يلي وضعوا إيدهم أكثر على التجارة نموا هذا القطاع على حساب قطاعات أخرى، الزراعة أو الصناعة. ليه؟ لأنه هن كان يهمهم يتركوا هذا المنفذ ليدلوا يتاجروا مع لبنان. ما كان يهمها يعني هون كمان قديش الأم الحنون إنه ما بدها تنمي لك قطاعات الاقتصاد أنت تصير قادر لحالك تنتج وتصنع وتصدر، لا خلت لك هاي الناحية ميتة إلى حد ما، نمت التجارة والمرفأ تدل تبيعك وتدلك أنت تابع لها ملحق لها. رجعنا إذا بدنا نقول الحرب العالمية الثانية ما تأذينا قد الأولى لأن ما كان في مجاعة، ولكن عشنا أزمات قريبة جدا للي عم نعيشه اليوم، من حصار، من غلاء بالمحروقات ومشوا المفرد والمزدوج، المفرد والمجبز الخبز
ما كان موجود كمان، صار يتخلوا مواد. هاي المفرد والمجوز أول مرة سمعنا فيها بكتاب التاريخ بالمدرسة. ورجعنا عم نعيدها يعني، مش جديدة. عشنا أيضا الحصار كمان الخارجي، لانه كمان الحلفاء هون انقسموا هن على حالهم بين فرنسا مع المانيا وفرنسا مع بريطانيا، يعني انقسمت الى قسمين. عندنا ايضا الانقسام السياسي حتى كان بفترتها بلبنان، يعني عشنا تقريبا عوامل مشابهه الى ان رجعنا كمان من بعد هذه المرحله، رجع النشاط الاقتصادي. ليه؟ لأنه كمان كان في دعم من السلطات الإنجليزية، بعدين أدخلت العملة الأجنبية استرليني، وأدخلت بعض المصالح يلي اشتغلت فيها اللبنانيين. هاي بعد الحرب ولا بعد سقوط باريس ووقت الإنجليز صار عنده نفوذ أكبر؟ صحيح، من وقت قبل، يعني قبل 43 حتى، من بعد 41. أوكي، يعني وقت صار صحيح. فرنسا وصارت بريطانيا هي ال صح. بس أنا اللي بشوفه الأساس، أنه كل هذه المحاولات كانت يعني نوع من معالجة جزئية للمشكلة الاقتصادية. نحن اليوم ما فينا نحمل هذا الفريق أو ذاك حتى مسؤولية الانهيار الاقتصادي. نحن انهيارنا الاقتصادي له 100 سنة بلش، حتى بالتسعين بأواخر 80 شو اللي صار؟ هني أجلوا المشكلة بس، يعني أنت طلعت من انهيار للعملة مشابه لليوم، طلعنا من هذا اي متى بالتسعين؟ بس هي قبل في بالثمانينات بلشت تطلع، كان الدولار ليره واثنين وثلاثه بعدين صارت 800. صحيح، ما هو ليش صار؟ لانه ما عندك اقتصاد يحميه. انت في عندك هو اقتصادي، هو فارغه كتير يعني بين ال وقتها كان الفرق يعني بسعر الدولار يعني، يعني اوكي، بس يعني اذا بدنا نحكي نسبيا الفرق شاسع اكبر بكثير من هلا. ايه بقى اذا بدنا ناخذها نسبيا يعني من 3 ليرات ل 3000 حتى بعدين وصل 3000 يعني. بعدين فالمشكل وين؟ انه انت اقتصادك مثل ما قلنا فارغ، يعني ما عندنا البنى الاقتصاديه تتحمي هذه العمله. شو عندنا؟ لا زراعة عندك، يعني اليوم الدول بشو بتحسن عملتها؟ اليوم مثلا أمريكا بتحسن عملتها بأسلاح فرضا، أو بالدولار، أو بالاحتياطي الدولار اللي عندها هو. اليوم مثلا السعودية والدول الخليج بالبترول. عندك لأنه شيء أساس تنطلق منه، إذا شو ما صار يكون عندك باص يعني في قاعدة. عندنا هالذهب، بس الذهب ما بقى يكفي قد ما في فساد وقد ما في هدر بالمقابل. يعني أنت قطاعاتك ما عم تنتج تتحمي هالعملة. بس نحن قبل التسعين وقبل الحرب دكتور كان عندنا شوي، يعني كان عندنا شوية زراعة وشوية صناعة. كان عندك سياحة. أوكي، بس عم نحكي يعني السياحة والخدمات وهي بتتأثر بالأزمات وبالحروب، بس في صح في قطاعات يمكن بتضل ماشي حتى لو في ليك الزراعة مثلا كانت شريان حيوي لمنطقة للبنان عموما، أكين البقاع، أكين حتى جبل لبنان الجنوب. ليه؟ لأنه كان عندك أولا التبادل التجاري مع الخارج، مع الدول العربية أو مع الخارج، كان هيدا يدر على لبنان الأموال والإيرادات الكافية. عندك كذلك الصناعة. هلأ شو التحديات اللي صارت؟ نحن ما واكبنا التطور والدول اللي حوالينا سبقتنا. يعني اليوم مثلا كان لبنان، ناخد مثلا التفاح، كان لبنان البلد الوحيد بالمنطقة يلي يتميز بهذا المنتج. اليوم للأسف تراجع كثير، أولا لعدم دعم الدولي له لهذا القطاع، وتراجع المزارعين عن هذه الزراعة، وثانيا لأنه كمان بالجوار سبقونا في منهم، صار عندهم تفاح، وصار عم بيجيك حتى التفاح الخارجي كان من الصين عنده تفاح. صار يعني غزت المنتوجات بحكم كمان العولمية اللي نحن فتناها بالتسعين وما طالع. كمان ما بدنا ننكر نحن هالتحولات ما واكبناها، بعدنا على التقليد إذا بدك. بالصناعة كذلك الأمر، شو قدرنا نصنع من التسعين لليوم؟ تنقسمها إلى مرحلتين. قبل التسعين كنا شيء، لأنه كان فعلا لبنان عنده مقومات قادر يصمد مع كل يمكن التحديات اللي مرق فيها، مع كل عنده مقومات اقتصادية بذاك الزمان تتواكب مع العصر. اليوم أنت ما بقى عندك، يعني إذا بناخذ مثلا اليوم دول الخليج لوين وصلوا مثلا بالوقت يلي نحن عم نتراجع. إذا كان بدنا نحكي كمان من الناحية التجارية، نحن بنتغنى بمرفق بيروت وللأسف انضرب. اليوم في عنا مرافق كتير بالمنطقة تخططنا، أكين بالخليج، أكين مرفق حيفا، أكين قناة السويس. يعني نحن ما تقدمنا خطوات لقدام. بس هذا له سبب دكتور، كله سوا يعني سبب كمان في فينا نقول انه هيك انه الحرب والموضوع، مش بس الحرب، بس هي آلية عمل هي النظام تخطيط. كلها مش ظابطة. ما هذه التخطيط ما تخطط لها القطاعات تأنها تنتج، تأنها تتطور.
يعني نحن جمدنا على محل لا انا ما بعرف مين بده يخطط، مين بده يخطط ومين بده ينفذ. ما بنحط الشخص المناسب اولا، اثنين بعدنا بي مش مين كشخص، مين كجهه يعني، كجهه كجهه. هلا اليوم بالدوله الحاليه اليوم هل بيقدر مثلا رئيس الجمهوريه يعني لحاله؟ لا ما بيقدر لحاله، ما بتقدر كمان لا، تدفع خطه ويوافق مجلس النواب وتتنفذ الخطه وتطير الحكومه، شو بيصير؟ صح، وبدك تشوف كمان شو بينطروا القرار الخارجي، شو بقول لهم اذا اي ما لا كله يعني. نحن المنظومة كلها سوا هي عم بتساعد على هذا الواقع يلي نحن وصلنا له. فللأسف أنه نحن اليوم فعلا عم ندور ونحور بذات الدائرة المفرغة، إذا بدي أقول. فمشان هيك نحن وصلنا لهذا الواقع اليوم يلي هو واقع تدهور، إذا ما كان في خطة هلأنية وبدها تنوضع الخطة على 5 ويمكن 10 سنين. هلا هالخطة تنرجع نبلش نفكفك، مثل ما تفكفكت هالقطاعات بدك ترجع تزيل هالثغرات وتبلش وحدة وراء الثانية. يعني بدلش تنمي قطاع من بعد قطاع تنقدر نوصل ل، يعني اليوم مثلا قطاع الزراعة إلى حد ما عم بيرجع هو باللاوعي عند المواطنين، عم بنموه هو بطريقة غير مباشرة. إيه بس من دون خطة، من دون خطة عشوائية يعني. مشان هيك إذا ترافق بخطة من قبل الدولة، من قبل كمان أشخاص يكونوا هن عندهم القدرة والكفاءة بالمراكز الصحيحة. هلأ فينا نقول في أمل، لأنه بطل وزير الخارجية بده يهتم بالزراعة بذات الوقت مثلا. إذا صارت الحكومة 24 رح ينفصلوا، فممكن يصير عندنا وزير يتفضل للزراعة، متخصص للزراعة. هذه من الثغرات، أنه كيف تحط اليوم وزير مثلا، بس هذا عم قلك يا دكتور يعني، هذا بيعطينا فكرة أنه شو انه كيف يعني بنحط وزير الخارجيه هو يعني نفسه وزير الزراعه وبنقول هلا بدنا نعزز القطاعات الانتاجيه، كيف بدها تتعزز بهالطريقه؟ ولك هيدي حملناها عبر عقود يعني. هالعقليه هيدي ليش؟ لانه انا يمكن بدي بهذا المنصب، بدي لهالطائفه، ما التقى عندي ومن هالحزب، بدي راضي هذه الشخصيه بحطه هو. طيب بس بكل يعني بلدان العالم في احزاب وفي كذا وبيشتغلوا منيح، بيشتغلوا صح. عندنا نحن ما عم نروح للشخص الكفوء بالموقع المناسب بشكل عام، ما بدنا نقول، ما بدنا نعمم. وحتى اذا تواجد هيدا الشخص بنحاربه، ليه؟ لانه هو من خارج هالمنظومه اللي نحن بدنا اياها تدل لبنان مثل ما قلنا ارضيه خصبه لكل هذا الفساد ولكل هذه الانهيارات. يعني اليوم خذ مثل، عندنا مشكله مثلا النازحين. طب حدا بيختلف انه اليوم النازحين هن عبء اقتصادي كثير كبير على لبنان، وهن كمان مشكله ديموغرافيه واجتماعيه وحتى سياسيه؟ طيب ليه ما بيلتقى حل لهالمشكلة؟ يعني في عندك مشاكل على عينك يا تاجر، مثل ما بيقولوا انه هيدي مشاكل ما حدا بيخفيها. طب ليه ما بنحلها؟ ليه ما بنعالجها؟ ما هي مش نفس مشكلة الحدود البحرية الشمالية بلا. لان لما انطرحت مثلا، لان يعني الوزير باسيل هالاسبوع ردا على الحملات عمل اكثر من تويت وحكي انه هو حذر من هالموضوع وقال لازم نحكي مع السوريين من وقتها لحتى نحل الموضوع، تجاهلوا القصة وما حكيوا معهم وصلنا للي وصلنا له اليوم. صح. نفس الشيء بموضوع النازحين، انه في مشكلة انه ما بدهم يحكوا مع السوريين. بدك تشوف شو الاسباب كمان، شو الاسباب المضمرة، ناطرين يسقط النظام، ما بعرف شو ناطرين، او الاسباب المضمرة الماورائية اللي ما وراء، اذا بدنا نقول الاعلام وغيرها. يلي هلا بيتهموك انه نظرية مؤامرة، انه بدهم يوطنوا او هيك امور. طب هذا احتمال من الاحتمالات الموجودة. يعني ليش هالحماية هيدي مثلا عم بتكون لهذه الخطة؟ إذا بدي أقول يعني ما في أمور بلبنان، يعني بدنا نتفق نحن على الأمور الوطنية قبل ما نتفق على إذا بدك الأمور الأخرى. أنه اليوم في قواسم مشتركة لبناء هذه الدولة لازم تكون عند كل الطوائف. يعني من جملتها اليوم هالقواسم هيدي عدم الارتهانات للخارج، من جملتها عدم دخول مثلا مجموعات الى لبنان. اليوم معلش اللي فاتوا بالفلسطينيين ما كانوا كمان هن املي موقوتي بالحرب الاهليه اللبنانيه؟ طب هل نحن اليوم ادمين على موقع مماثل مشابه على واقعة ممكن تكون بيوم من الايام بادرة حرب؟ ما بدي احكي مذهبيا، بدي احكي حتى يا سيدي لو كانوا من اي طائفه. يعني نحن بدنا ننظر للقضايا الوطنيه اللي بتخص كل اللبنانيين ونتفق عليها، على تحقيقها، على اذا كانت بتعارضنا على معارضتها، اذا كانت لمصلحتنا بنمشي فيها كلنا. هون هيدي القضايا اللي انا بشوفها لازم تكون مصلحه عامه للكل. نعم. بدي أسألك بعد شغلة قبل ما نرجع أكثر بالتاريخ. موضوع اللامركزية الإدارية اليوم يلي يطرح،
يلي هو وارد باتفاق الطائف ولم يطبق مثل بنود كثيرة أخرى للمركزية الإدارية الموسعة. بذات الوقت بنشوف كل ما توقع أزمة نرجع نسمع الفيدرالية هي الحل والفيدرالية ليست الحل، ومن جهة تانية لا للفدرالة والفدرالة يعني تقسيم، وإلى منفوت بهالمعموعة. صحيح. آخر شيء نحن اليوم قدام واقع في شعارات كثيرة، ولكن يعني أمر أبسط يلي هو لا مركزية الإدارية ومش قادرين نطبقه. شو السبب؟ لك أول شيء بدي أحكي عن الفيدرالية. هذه الفيدرالية نحن مرقنا فيها وجربناها عدة مرات تاريخيا بالقائم مقاميتين، كانت فيدرالية بال 1842 ووصلت لحرب من بعدها بالحرب اللبنانية كمان نحن قسمنا شرقية وغربية، ولو من دون إعلان يمكن بس كانت في تقسيم وما بتقدر تفوت على المناطق إلا ما هنالك اثنين وإدارة مدنية والمنطقة الشرقية وكذا، وهذا المركز لإلي وهذا البور لإلي، ويعني تشقف لبنان عدة أقسام. طب اليوم أول شيء الفيدرالية إذا بدنا نجي نقسمها على أي أساس؟ إذا مذهبي كل طائفة بتقول لك أنا بدي فيدرالية بتقسموا 18 طائف مثلا، إذا حتى إذا يا سيدي إذا ستة، إذا اليوم الدروز قال لك أنا بدي أعمل فيدرالية لإلي، والسنة والشيعة والمسيحية كذلك الأمر، الموارنة كاثوليك أرثوذكس، نروح بس للطوائف، هل بيحمل لبنان ست فيدراليات؟ أول شيء بالمنطق هيك، ثانيا وين عندنا المطارات لتقسيم فيدرالي؟ وين عندنا المرفأ؟ المرافق؟ وين عندنا الشبكات لا هذه يعني مبدأ المشتركة هلا مين قال؟ بركي يعني الطروحات اللي في من فترة سمعت أنا بس ما رح نقول مين يعني، بس سمعت طرح معين ومفصل مع خرائط على إحدى الشاشات بده يعمل 5 أو 6 مقاطعات، وكيف بنعرف أي طائفة بأي مقاطعة حاطت نسبة مئوية بدك تشوف بالضيعة مثلا إذا في 60% من جهة بيكونوا بهاي وعلى عاملها مفصلة مشروع مفصل وعلى 10452 كيلومتر مربع بنعمل ست فيدراليات، ومين بيحكم هالفيدراليات ولا مين بيرجع؟ انا كان بدي وصلك على قصه انه ليه ما بنطبق الا مركزيه الاداريه هي اسهل يلي هي تدبير اداري حتى ما انه نظام، ما بده اي قانون مش تعديل دستوري، هو موجود اصلا، هو موجود يعني ما بده الا تطبيق، ويلي هو بيخدم كل القانون لم يقر يعني بس موجود بالمجلس بده اقرار وبيخدم كل الافريقا، ويلي هو ما في اي مس اذا بدنا نقول لا بالمناطق ولا بالطوائف ولا بتغيير شكل الدوله ولا باي اي مؤسسات فيها، هو عمليا تسهيل اولا عمل المواطنين، يعني انا بدل ما اولا هو عمليه تشعيب اذا بدنا نقول لهالمؤسسات الحكوميه بشكل عام، اثنين اعطاء نوع من الخصوصيه او الاداره نوعا ما الذاتيه لكل منطقه، يعني حتى بقلب المنطقه الواحده تنقول اذا بدنا نجي نفترض بجبل لبنان كل منطقه لها حيثيتها، يعني هذه المنطقه يمكن بتلاحظ بتشوف انه هي قادره تفرض ضرائب على البلديه، تنقول الضرائب اعلى من لانه بتحمل في عندها هذه الاستقلالية نوعا ما الذاتية يلي ما بتأذي وما بتمس سلطة الدولة وسلطة المؤسسات الأخرى. هذه أنا بشوفها كمان هي الخلاص اليوم ل تما تكون منطقة حاملة منطقة تانية وتكون عبء على منطقة تانية، وكمان نبعد شوي نزيل شوي هالأفكار هذه الطائفية يعني بتعطي نوعا ما من تسهيلات إدارية ومن سلطة إلى حد ما مثل ما فيها تكون للبلديات أو للقائم مقام أو للمحافظ، تعطيه سلطة إضافية عن ما هي عنده إياها بمنطقته. صح، بس هيدا يعني مش هيدا هو المركزية الإدارية الموسعة المقصودة، يعني إذا بدنا نروح لصلاحيات المحافظين إذا بدنا نروح لأكثر إذا بدنا نروح لأكثر من هيك رحنا للفيدرالية، فينا نروح اجتماعيا لتدابير اذا بدنا نقول اجتماعيه معينه، يعني قوانين يمكن بقلب البلديات بقلب المناطق قوانين برجع بقول اجتماعيه، مثلا هون يمكن انت عندك مناسبات اجتماعيه. الفكره مثل ما تطرح انه لا مركزيه الاداريه بتحل لك مشكله مثل انه الطريق بدها تظبيط، مش ضروري تطلب موازنه من مجلس النواب انت عندك وزاره الاشغال تبع البلد كله انه تتعاطى بالموضوع، عندك استقلال او ميزانيه بالضبط، واللي هيدي بتسهل كثير على اللبنانيين، عندك ميزانيه خاصه لهالبلديه او لهالقائمه المقاميه او لهالمحافظه، فيك انت يعني ليش بدك تكون انت خزينه هالبلديه هيدي اللي عم تضر يمكن عم تعطي مليارات ليرات، ليش بدها تكون عم تروح لخزينه الوزاره ككل يلي مش عم ترجع لهالضيعه هيدي مثلا او المنطقه بحصه الا زهيده، يعني هون وهيدي ما بتاثر برجع بقول على صيغه الدوله ككل الدوله الوطنيه القوميه ولا بتضرب الميزان الطائفي ولا بتاثر على شيء، ولكن هي عمليا تطبيق. بس انا اللي بعتقده انه اعطاء السلطات المحلية هذه الامتيازات
قد ينعكس سلبا على السلطات الأكبر، يلي هي ممكن سلطات الأحزاب، اللي هي ممكن سلطات الطوائف، سلطات المتزعمين. وهذا برأيك بيفسر أنه لا بعض القانون موجود بالمجلس في أكثر من صيغة كمان بس لم يقر. لا انت دل هذا هذه المرجعيه دل هي اللي ماسكه القرار بالطائفي او بالحزب او بالتكتل يلي هو بمثله. يعني اليوم بالخلاصه شو ممكن عملنا؟ يعني بخلاصه هاي النقطه اللي عم نحكي، يعني من 17 تشرين الاول 2019 لا روح مكانك، شو بنكون عملنا شعارات؟ يعني وصلنا للقمر ونزلنا رجعنا. مش بس روح مكانك، نحن رجعنا لورا لانه نحن ساهمنا بهالشعارات اللي ما طبقت، يلي اصلا كمان تخردقت اذا بدي اقول داخليا. وما عرفنا يعني هالحراك هيدا اذا بدي اقول ما عرفنا شو اتجاهه. هل هو لقطع الطرقات على اللبنانيين؟ هل هو للاحراق بعض المؤسسات؟ هل هو لتغطيه احيانا بعض المسؤولين وتمرير بعض الصفقات يمكن تحت شعار انه نحن هلا نيب الثوره؟ يعني ما نعرف وجهه هذا الحراك، مع العلم انه الحراك او الثوره بشكل بمضمونها تهدف الى تغيير ايجابي، لازم مش سلبي. اذا فعلا بدها تكون ثوره، يا بتكون داميه من خلال يعني انقلاب عسكري مثلا، او بتكون كمان تغيير بالسياسي. تغيير يعني برايك شو كان لازم يصير؟ هلا جانا لموضوع الثوره بس لان عم نربطها بموضوع التغيير، وليش بعدنا مكانك راوح. يعني شو كان لازم يصير؟ انه كبرت الحاله الشعبيه على شهر 2 الى اخره قبل ما يبينوا الاحزاب بوضوح، يعني فيها كبرت بمحل معين وصارت مؤثرة، صار عم ينحكى فيها بالعالم. كان لازم وقتها تفرز قيادات معينة ومشروع سياسي ويمكن ينشأ منها حزب أو أحزاب، ساعتها بيفرضوا حالهم على الأرض بمقابل الأحزاب الموجودين. هيك بتصير وتكون يعني شعاراتها احتمالات، اي وتكون شعاراتها وطنية وشعاراتها سيادية وشعاراتها عامة. هي بالآخر شو صارت؟ صارت تحزبات انطلقت كثير منيح، وانطلقت حتى معلش يعني الاحزاب اللي هي كانت بالسلطه كانت اول شيء داعمه يعني نحن ما بننكر الرئيس مثلا اليوم الرئيس عون هو قائد مسيره التحرير والتغيير بدءا من التسعين ب 13 تشرين، الكل بيعرف وبيشهد، وصولا لكل مسيرته هي كانت دائما مسيره تغيير ومسيره تحرير، وهو اصلا كان اذا بدك القائد الايديولوجي لهالحراك بالاساس. ما هن الطروحات اللي انطلقوا منها طروحاته يلي هن التغيير، يلي هن محاربة الفساد، يلي هن محاربة إذا بدنا نقول الإقطاع السياسي، يلي هو الإصلاحات. شعارات انطلقت بداية مش ضد العهد أو ضد الرئيس أو ضد، وكان أنا بأكد أنه تتوافق وتتلاقى مع الطروحات الإصلاحية، ولكن فيما بعد قبل من شهرين حتى بعد أسابيع قليلة شفنا أنه شرزم الحراك، شفنا لوين صار عم بيطالب، شفنا شو الحمايات يلي كان عم بيحطها على فئات ضد اخرى، شفنا ايضا حراك ضد حراك، يعني بالشارع صار في عندنا شارعين، فقد هل صار في حراك 8 اذار وحراك 14 اذار يعني ضعنا بالاخر. طب مين الحراك؟ شو الاهداف؟ يعني صرنا هل يا ترى عم هذا الحراك وحراك يساري وحراك ليبرالي او ايه، هل يا ترى عم هذا الحراك عم بيدعم هالفريق السياسي صار؟ هذا منه حراك، هذا منه ثوره. وهذا الحراك كمان المقابل هل يا ترى هو شغلته كمان الدفاع عن السلطه مثلا او الدفاع عن الحمايات كمان؟ يعني فتنا بمعمعة وبعدنا لحد اليوم مش ما في وضوح لهذه الثوره ان صح التعبير، يلي انا كمان بطرح علامه استفهام، هل يا ترى كانت مخطط لها؟ لانه كان في عده انتفاضات بالعالم بشكل عام بهالشهر هيدا، او انه شاءت صدف انه تكون هيك يعني ب 17 تشرين تنطلق مثل كثير من الثورات. بس بالحالتين يمكن نتيجه واحده مخططه لها او صارت وطلعوا على ظهرها بلبنان احزاب وجهات خارجيه، بس بالنهايه ما وصلت لنتيجه، بالعكس وصلت لتراجع لانهيار. يعني كانت عامل من عوامل الانهيار، فما اقول هي وحده هي الاساس، لا لانه سرعت بالانهيار اي طبعا، وسرعت كمان اذا بدي اقول بهالتدخلات الخارجيه. يعني نحن اعطيناهم شو بيقولوا حجه سريعه شراره، شراره للدخول اكثر الى لبنان والى تفعيل الخلاف الداخلي اكثر يلي بعدنا لحد اليوم. دكتور امام تفضل، يلي بعدنا عم نعيشه لحد اليوم. نعم اليوم امام هيك الطموحات الكبيره والافكار الحلوه اللي بنسمعها دائما، مش عم بحكي بس من الثوره او غير الثوره، من كل الاحزاب من كل القوى السياسيه، في كمان وجهه نظر بالمقابل بتقول انه ما تحلموا كثير،
خليكم واقعين، احلاموا ضمن حدود، لأنه لبنان أصلا تاريخه كله تما نرجع كتير لورا بآخر 100 سنة هو عبارة عن مراحل فاصلة بين أزمة وأزمة، مراحل هدنة بين حرب وحرب، هلأ في حرب صغيرة في حرب كبيرة لا أكثر ولا أقل، يعني لأنه تركيبتنا هيك غير للأسف. هيك ما عنا يعني ما في عنا خيارات تانية للأسف هيك. هاي حقيقة أو هيدا أنا بشوفها الحقيقة هيك سلبية، أنا بشوفها يعني نوع من عمليات جراحية وقتية، إذا بدي أقول مش عم نستأصل بذور الخلاف الأساسي أو الفساد الأساسي أو المشكلة، نحن عمليا عم نأجل الخلافات وعمليا عم نخلي هالأمراض هيدي بس نوقفها، ولكن هي بعد عم تتكاثر. فبلبنان ذات الوضع اللي عم نعيشه إذا منلاحظ يعني ما وصلنا لحل نهائي لمشكلتنا، أكان السياسية أم الاقتصادية أم يعني اليوم طرح فرضية سحب غطاء مثل ما قلنا عن مسؤول سياسي معين بحجة الفساد، شو بيصير في عندك بالشارع؟ ما فيك تسحب الغطاء، ما فيك بكل بساطة، حيكمه اسحاب ال أو فيك تسحب عن فئات وفئات لا، شو بنكون عملنا؟ طب يعني بعد يعني الفساد هون جوهر المشكله مش انه ما فيك بالمطلق لا، لانه في ناس بتنزل وبتروح وبتجرب وكل شيء، وفي ناس ممنوع تحكي لأنه عنها مش خايفة. حتى لانه مش خايفه في، ويمكن حتى ممكن نوصل لمرحله انه نسحب غطاء عن ناس فاسدين فعلا، بس بعد ما عندك نص البلد الثاني فاسد شو بتكون عملت؟ معناتها بعده هيدا الفساد بعده مستشري وبعد رح يرجع يتكرر اكثر واكثر. عندنا مشاكل، نحن بدنا نروح ما بدنا نحكي شعارات فقط، بدنا نشوف جوهر المشكلة ونبلش نحل مشكلة وراء الثانية، أكان اجتماعية أكان ثقافية. شو جوهر المشكلة؟ مشاكل. مش عارفين شو جوهر المشكلة. عندنا أول شيء أنا بلاقيها أول مشكلة اللي هي الطائفية، هيدي جوهر المشكلة اللي بعدها. لكن البعض بيقول إنه المشكلة هي إنك تعبر الطائفية مشكلة، لأنه موجود، لأنه الطائفية شيء لا حل له، هو واقع. يعني مثل واحد يعني بيخلق شعره أشقر شعره أسود، خلص أنت هيك يعني. فإذا نحن هي مش انتماء ديني أكتر ما هي انتماء ثقافي، إذا بدنا نقول قبلي معنوي، في ناس واحدة بيسموه انتماء قبلي. ليك ما حدا بينكر تذكرته إنه هو أو انتمائه، بس الفارق إنه هذا الانتماء يكون فقط انتماء إيماني روحي، روح أنت عبود مثل ما بدك وعبود دينك ومارس صلواتك بالجامع أو بالكنيسة أو بالخلوة، وفرق بين ما يكون هذا الانتماء انتماء لمصالح سياسية وحفاظا على كراسي أو على مقاعد بسلطات معينة، هذا الفرق. ما حدا بينكر طائفته، بس نحن عم نروح بالانتماء الطائفي لنربطه بالانتماء السياسي ونربطه بواقعنا ووجودنا بالوقت يلي ما حدا وجوده مهدد بلبنان. بين لبنان يعني عبر التاريخ لا المسيحيين فلوا منه، لا الإسلام ولا الشيعة ولا دروز ولا أي طائفة ما فلوا منه، ولكن النفوذ بيطلع وبينزل. لأن صح، وبدنا نتقبل يمكن بمحل معين، لو في عنا دولة مدنية، لو في عنا تمول دولة مدنية، لو في عنا دولة بتنظر للآخر نظرة مواطن هيدا جاي يخدم البلد ككل، ما عندي مشكل بهوية الحاكم، ما عندي مشكل بدينه، اي حاكم اي سلطه كانت. ولكن نحن هالحمايات اللي عم نعمل على الارض، انا ما قصدي انك عم تحكي نظريات، لا لان دائما بنربط الموضوع بشيء هيك من الحياه اليوميه. اوكي، بقانون البلديات هل هناك طائفيه؟ هل هناك مذهبيه؟ بقانون البلدية بالنص ما في شيء بيقول مسلم مسيحي سني شيعي، بس في عندك هي العقليه، هي العقليه بس بتجي بدك تعمل لائحه لفوت على البلديه او لائحه اختياريه بالضيعه، كيف بشكلوها عائليا؟ إذا كانت البلدة من لون طائفة طاغم واحد، إذا كان في من أكثر من طائفة مزبوط، هل بتروح؟ يعني المشكلة مش قصة نظام وقانون، مشكلة طبع، مشكلة إنسان، مشكلة هو بده يغير. ما هذا اللي عم نقوله، يعني بتروح حتى للبلدية مثل ما عم نقول، بتشوف أي عائلة هي الأكثر، هيدي هي اللي بتسيطر، وبيصيروا بقلب ضمن العائلة الواحدة صح، أي فرع من هالعائلة هو لازم يكون، لأنه تاريخيا جده كان أو بيه أو الأخير 100%. يعني نحن بدنا نغير الذهنية، وهذه الذهنية معلش الغرب كمان ساهم انه دخلنا فكره الاقطاع يلي هو تخلى عنها بمحل معين. نحن الاقطاع ما فات على مجتمعنا من هيك، من الاقطاع كان السياسي ام العائلي ام حتى الاقطاع الديني بالوقت يلي كيف الاقطاع الغرب فوته؟ ما الاقطاع موجود من ايام المماليك بلش ينشا وصار في العائلات اللي عندها نفوذ، كرسوا اكثر. اذا بدنا نقول اليوم لمن الغرب شو دخل لك غير الذهنيه الغربيه كمان، مع انه في ايجابيات كثير ما بقول لا، وهلا رح نحكي عن نحن اليوم وين يعني، بس في افكار حتى المماليك كمان العثمانيين دخلت لك كمان فكره كمان العائلات الاقطاعيه اليوم يلي هي موجوده، يلي عتيت حمايات والقاب
هيدي كلها نتيجة هالتاريخ هيدا، هالتتابع التاريخي اللي نحن اليوم عم نعيش ذيوله، هيدا ما اجى من لا شيء. والغي اذا فيك يعني اليوم الغي فكرة، اليوم تسمع هذا الشخص ما هو من عائلة هيدا شيء، انه هيدي امور لا تلغى، لان هيدي امور لما يكون عمرها من ايام المماليك يعني، بعدين عم نحكي بعدين الامير فخر الدين ونشوء لبنان والى اخره بشكل تدريجي، ما كلها قصة عائلات ما قدرنا نكسرها بالوقت يلي في دول ومجتمعات كسرتها. نحن بعدنا لحد اليوم في عنا نظرة، إذا كنت أنا من هالعائلة نظرة فوقية للآخر، وإذا كنت أنا من هذيك العائلة نظرة تبعية لك. بعدنا لحد اليوم بعدك تسمع، طالما بعدنا عم نسمع الشيخ والبيك والمير وهالألقاب هيدي، معناتها نحن بعدنا بنظام إقطاعي ما مش كتير تغير عن الماضي. الفرق يمكن الممارسات صارت أخف، بس بعدك بتشوف هذا الشخص بعده نايب او بعده بالسلطه بالوقت يلي جدوده كانوا كذلك الامر. يعني بعدنا نحن بنظام ما تغير كثير، لانه التربيه ما عم بتكون تربيه البيتيه والمدرسيه والمجتمعيه، عم تبني على اساس الدوله اذا بدنا نقول الافكار الوطنيه ككل. نعم. بعدنا عائليه. بعد معنا دقيقتين بس بدنا نختم بالنقطه، لبنان بين الشرق والغرب، البعض بيقول فلنتجه شرقا هذا هو الحل، البعض بيقول لبنان اصلا هو غربي، بيظل كل هالمتغيرات. بس بشكل مختصر لو سمحت، لكن نحن عم نعيش تجاذب كثير كبير لا يخفى. الولايات المتحده اليوم الامريكيه هالثلاث اقطاب كبيره، الصين، روسيا، الولايات المتحده، كل وحده عندها مقومات، ولكن لا يخفى بهالموضوع مع امريكا. نعم. الفريق الغربي اذا بدنا نقول، عندك منظومه كثير كبيره اللي هي منظومه الامريكيه مع حلفائها، عندك ضمن، في عندك القاعده السياسيه، التحكم بكثير من الدول يلي من خلال كمان مقررات الأمم المتحدة، عندك قوة عسكرية حلف الناتو، عندك قوة اقتصادية من خلال الشركات المتعددة الجنسيات، من خلال الدولار، من خلال البنك الدولي، يعني ثقافيا عندك اللغة وعندك نظام العيش. فإذا عندها هالمنظومة الكبيرة هيدي بعدها موجودة وفارضة على العالم ككل، مثل ما قلنا نتيجة التتابع التاريخي اللي اخذته مع نظام العولمي ووصولنا لليوم. عم بتحاول روسيا والصين بالمقابل ان تكون هي المقابل او الطرف يلي ممكن يجابه، ولكن في صعوبات كتير. ليه؟ لانه انت تتفكك اليوم هالمنظومه ما بدك تفك بمحل معين. يعني اليوم الصين عم تحاول مثلا اعاده مجد طريق الحرير يلي هيدا الطريق يلي عمره 3000 سنه، من خلاله كانت رابطه الشرق طريق من الصين عبر اسيا من خلال ايران او بلاد فارس، العراق، بلاد الشام. هذه واحدة من الطرق يلي كانت تجي لك، مشان هيك اليوم عم بتروح الصين لإعادة مجد هذا الطريق، وبال2013 عملت حزام الطريق إذا بنذكر تاريخيا إعادة المجد لأحيائه، مع العلم أنه هذا الطريق كان فيه صعوبات كثيرة تجاريا واقتصاديا وعسكريا من الدول الأوروبية، صار في حروب كثير عليها، لأنه بنعرف نحن قديش كان تاريخيا مهم. فاليوم عم بتحاول الصين مع ايران مع بلاد فارس، هلا صار في الاتفاق شهير هلا بس قديش بده يكون هو اصلا معمول من قبل بنوده بلش ينحكى فيه من بس اعلن هيك بهال بال2013 بلش فعليا بلش مع ايران، بس عم بحكي هلا بهالاسبوعين في صح صار في اعلان هيك اعلان رسمي، ولكن كان في كثير اتفاقات عم بتصير من تحت الاعلام اذا بدنا نقول. قديش اليوم الصين قادره تنافس وتجابه امريكا؟ هون السؤال. قديش روسيا قادرين يكونوا المنافس؟ طب اليوم نسأل نحن روسيا هل قدرت تتخلى اليوم عن الدولار كعملة أجنبية عالمية أو الصين؟ عشان هيك نحن بدنا نكون واقعيين، نحن قدام نحن بحرب باردة، نحن بقوى موقعنا كتير نحن عم بيكون إذا بدنا نقول ضحية، لأنه هالقوى العظمى بشد الحبال اللي عم تعمله نحن عم ندفع الثمن. وهل يا ترى رح تتخلى الولايات المتحدة مع القطب الغربي بشكل عام عن التسلسل التاريخي، وجودها التاريخي بالشرق هون بلبنان فرضا بالشرق عموما، هل رح تتخلى عن هذا النفوذ لا الصين وروسيا؟ قديش هون كمان العملية بدها تاخذ وقت، وقديش في إشكالية حول الموضوع. في عنا أنا بلاقي صعوبات كثيرة علينا نحن برأيي نتخلى أو نبعد شوي شوي قدر الإمكان عن هالاصطفافات، تنجنب حالنا مثل ما عشنا الحرب الباردة بالستينات واتخذنا موقف إلى حد ما حيادي وما فتنا بالأحلاف بشكل عام يعني، وجنبنا حالنا. لازم اليوم نرجع الستينات مع الرئيس فؤاد الشيخ، جزء من الستينات جزء. بعدين بلشنا وقبل كنا مع الرئيس كميل شمعون، شفنا وين وصلنا حلف بغداد، وشفنا من بعد الستينات لوين رجعنا رحنا.
الرئيس الرئيس فؤاد شهاب هو يلي اذا بدنا نقول اخذ هالموقف الحيادي يعني لحد ما، انه خي يجنب لي الاصطفافات تنجنب هالبلد بس وقتها ها بدنا نختم بهالفكره، بس وقتها القيادات المسيحيه والمارونيه الاساسيه كانت ضد الحياد، لانه هي مع الغرب، لانه اصطفافاتها مع الغرب. ما هون كمان كل القوى اللبنانيه بتتحمل المسؤوليه اللي نحن وصلنا له اليوم. شكرا لك دكتور روني خليل، واهلا وسهلا فيك دائما بالاو تي في. مشاهدينا هون نوصل لختام حلقتنا، دقائق بنكون مع موجز اخبار الساعه 1، خليكم معنا الى اللقاء.